واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقامت بنشر الحواجز ونصب النقاط العسكرية للتضييق على المصلين ومنعهم من الدخول للمسجد الأقصى المبارك للجمعة 19 على التوالي. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال. للجمعة 19 على التوالي يشدد الاحتلال من إجراءاته في المدينة المقدسة بنشر مئات جنود الاحتلال ونصب النقاط العسكرية للتدقيق والتفتيش في أوراق الفلسطينيين ومنعهم من الدخول لباحات المسجد الأقصى والصلاة في رحابه. جميع أبواب البلدة القديمة عليها حواجز شرطية من شرطة الاحتلال تمنع المواطنين الغير ساكنين في مدينة في البلدة القديمة من دخول إلى البلدة القديمة. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تريد تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بالفعل الديموغرافي لتكون مدينة القدس ذات أغلبية يهودية أقلية عربية. وككل يوم يواصل جيش الاحتلال اقتحاماته التي رافقها مواجهات عنيفة مع الشبان أصيب فيها العشرات، وطالت فجر الجمعة طول كرم وبيت لحم والخليل وقلقيلية وسيلة الظهر في جنين التي اقتحمتها بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهموا أكثر من 15 منزلا وحطموا محتوياتها واعتقلوا عشرات الشبان. كسر إرادة هذا الشعب من أجل إضعاف بقائه وصموده على هذه الأرض وتمثيل مشهد القوة والجبروت من هذا الاحتلال بأن الأمن سيد الموقف وأن من يحاول أو يريد أن يعبر عن رفضه لهذا الاحتلال سيتعرض للعقوبة. إلى الجنوب من بيت لحم حيث تتصاعد هجمات المستوطنين بالاستيلاء على الأرض وزراعتها ومنع أصحابها من الوصول إليها بقوة السلاح. نصب مستوطنون من مستوطنة جفعات عنام بيوتا متنقلة بهدف توسيعة حدود البؤرة الاستيطانية. الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين تمثل سياسة ممنهجة للاحتلال تقوم في جوهرها على تقويض أسس الحياة بهدف حمل الفلسطينيين على الهجرة، أسوة بمخطط التهجير الذي أعلن الاحتلال عنه لتنفيذه في قطاع غزة. لتلفزيون دولة الكويت من الأراضي الفلسطينية دارين غيث.